مساء الخير على كل مشاهدي برنامج ظلال الأصيل. ضيفنا اليوم هو دكتور طبيب لديه الكثير من الأشياء الجميلة، هو تخصص مخ وأعصاب، واجهة مشرفة للسودان وأيضا تشاد. عرفته كل الأجيال السودانية والتشادية بتعامله الراقي واستقباله لكل قاصديه وأدبه. نرحب به ضيفا كريما علي البلاد، هو دكتور إبراهيم إسماعيل آدم. مرحب بك دكتور إبراهيم، ومساء الخير عليك وأهلا بك بين أهلك وناسك السودان. الله يبارك فيك ويحفظك، وإحنا سعيدين أن الواحد يكون بين أهله هنا في السودان. مرحب بك كثير. هي مسيرة حافلة بالنجاحات، نقيف على كل هذه المحطات التي كللت بالنجاحات المختلفة، ولكن بدءا دعنا نبدأ من مسقط الرأس، القدس الشريف. أنا من مواليد مدينة القدس عام 1956 لأب سوداني وأم سودانية، يعني ووالدي ذهب إلى فلسطين مجاهدا في عام 47 لما كانت قبل قيام أو تكوين الكيان الصهيوني. كثير من الشباب من العالم العربي والإسلامي ذهبوا للجهاد في فلسطين نصرة لإخوانهم الفلسطينيين، فكان حظ السودان وحظ أفريقيا يعني بشكل عام من المجاهدين كثير من الشباب ذهبت، منهم من استشهد ومنهم من بقي ومنهم من عاد، بعضهم عادوا إلى أراضيهم وإلى أهليهم. فكان والدي من ضمن المجاهدين اللي ذهبوا، وإن شاء الله يكون أبلى بلاء حسنا وقدم ما عليه. وبعد انتهاء وصارت الهدنة ما بين العرب واليهود أقام في الضفة في مدينة القدس. القدس في تلك الفترة كانت تابعة للمملكة الأردنية الهاشمية. تزوج والدتي وهي كمان من أصول سودانية من مدينة نيالة، من منطقة نيالة هي، وشاء القدر أنه ولدت في مدينة القدس قريب من الصخرة المشرفة. فعلا هو نادي الجالية الأفريقية أو نادي الجالية السودانية في القدس هو بعيد عن الصخرة 100 متر، بعيد عن المسجد الأقصى فقط 100 متر. فأنا ولدت في مدينة القدس، نشأت في مدينة القدس، يعني طفولتي الأولى كانت في القدس والقرى اللي حوالين مدينة القدس، وكانت طفولة أذكرها وأبكي عليها. يعني كل واحد ما يتذكر الأيام اللي كان يلعب فيها في ساحات المسجد الأقصى، قبة الصخرة، يمشي في شوارع القدس القديمة العتيقة، أسوار القدس. فعلا لما أتذكر هذيك الأيام الدمعة بتنزل، ببكي عليها. وعشنا فترة من حياتنا في مدينة أريحة، وهي مدينة برضو تقع غرب النهر، وهي مدينة أثرية وقديمة وتاريخية. وفي عام 67 كنا من ضمن الناس اللي خرجوا من الضفة الغربية وعشنا في عمان. نعم. طب قبل الخروج لعمان دعنا نطول أكثر، وذكريات من الصبا وأصدقاء لم يبارح الذاكرة في تلك المنطقة. والله بدي أحكي لك حاجة، يعني اللي بيعيش الفترة اللي إحنا كنا فيها أطفال لحد سن 10 سنين 11 سنة، عشنا في جو كله سوداني. يعني كان في مدينة القدس وأهل القدس حتى الآن بذكروا في نادي كبير جهة باب العمود عند باب المجلس الإسلامي اللي هو قريب جدا من قبة الصخرة، في نادي كبير، نادي الجالية السودانية. وهو نادي كبير. أنا بذكر في طفولتي كان حتى أهل القدس من الفلسطينيين كانوا يقيموا حفلاتهم في هذا النادي، يعني حفلات الزواج بالنادي السوداني. نعم. لأنه كان في عنا نادي مميز، وأهل القدس كانت بثقافتهم بشكل عام أنه هذا الشيء لا يجوز، يقيمونها فقط ولكن ليست على الطريقة السودانية. لا، كانت بعضها تقام على الطريقة السودانية، يعني كانوا هم يصروا أن تكون على الطريقة السودانية، وكان يشارك فيها أبناء الجالية السودانية اللي موجودين هناك. هاي ما زلت أذكرها، يعني ذكر راسخ في ذهني. كثير من الناس كانت تيجي تقيم حفلاتها، ندواتها، اجتماعاتها في نادي الجالية السودانية في مدينة القدس. أعتقد لحد الآن أنا زرت النادي قبل حوالي سنتين.
يعني الواحد اشتاق، فرحنا وشفت أصدقاء من الصبا. من الصبا، وفي عندنا واحد من كبار الناس اللي موجودين هناك اللي نعتز فيه وربنا يمد بعمره، هو أخونا الكبير علي جدة، هذا من الجماعة اللي هو يكبرني سنا، ووالده كان جاي من السودان إلى فلسطين في فترة قبل مجيء والدي إلى فلسطين. نعم. فالذاكرة بجوز الواحد إذا بده يذكر من مدينة القدس وناس مميزين تعايش معهم، ذاكرة الطفولة أحيانا بتخون الواحد 100%، ولكن عشنا في مدينة القدس عيشة طيبة كريمة، أهل المدينة كان في تبادل يعني احترام متبادل ما بين الأفارقة اللي موجودين في مدينة القدس وأهل مدينة القدس الأصليين، كنا نتشارك في كل شيء، الفرح والترح وانت في والأعياد مرحلة الطفولة ومرحلة الصبا نعم المبكرة، كانوا الوالد والوالدة يربطوك بالأشياء السودانية، إذا كانت مفردات، إذا كانت عادات، تقاليد، حتى في الزي السوداني. هي المنطقة اللي عشنا فيها هي نادي الجالية السودانية، والجيل الأول من السودانيين كانوا ملتزمين في كل شيء، يعني تشوف العب الجلباب والعمة السودانية والأكل السوداني وكل شيء سوداني كان، يعني بالفترة اللي أنا ولدت فيها في الخمسينيات كان معظم السودانيين الموجودين هناك هم سودانيين انتقلوا من السودان إلى فلسطين. فكان كل العادات سودانية. الآن بجوز ضعفت العادات السودانية ولكن بقي الاسم، يعني وضعفت لأنه أول شيء الجيل الكبير اللي متربي على العادات السودانية وعلى الأصول السودانية انتهى، ما هو موجود. الجيل الثاني اللي اتلمذ على إيديهم أعتقد أنه ما كان أو ما أدى الدور اللي أدى الجيل الأول. وبعدين اختلاط الناس، يعني في كثير من أبناء الجالية الأفريقية أو الجالية السودانية اللي موجودين في مدينة القدس تزاوجوا مع الفلسطينيين، يعني ويا إما الشاب أخذ فلسطينية أو من الفلسطينيين أخذوا من بنات السودان، فمتزوجين متداخلين، فالعادات شوي ضعفت إلا في المناسبات الكبيرة. يعني مثلا إذا بتروحي على النادي الجالي السودانية يوم العيد كلهم بأكلوا قراصة، يعني ما عادية. وأنا لما رحت على وأنا أخذت معي زوجتي، وزوجتي فلسطينية من مدينة تستمتع يافا، بالأكل السوداني؟ لما رحنا على النادي الجالي السوداني يعملونا قراصة. استمتعت بيه طبعا استمتعت فيه. وطعمته؟ لا لا لا، ما هي كانت توكل عندنا في البيت برضو، احنا يعني بين لحظة وتانية الواحد بحن للأكل السوداني وبنرجع للأكل السوداني، يعني كانت بناكل عايشة الأكل في جو السوداني. محيطين بجيران سودانيين، أكيد كانت. هي تعلمت هذا الشيء من والدتي لأنه كانت والدتي على قيد الحياة وكانت تعلمهم بعض الشغلات، ولكن احنا بنطلب منها أحيانا تعمل لنا بعض الشغلات السودانية وتقوم بالواجب يعني نعم. ثم بالكامل. انتقلت إلى عمان من بعدها، وأكيد هناك في هذه الفترة اللي أنت ما زلت فيها.